السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ المهم غتفهم والو، بديت لكم فلوق من الطوموبيل. اش غنقول لكم؟ والله العظيم الا دخنا هاد الصباح هذا اصلا واحد الشخص من العائله بدون ذكر الاسم اليوم عنده واحد العمليه، دونك طالعين لاكادير. حتى كيجينا تليفون الصباح بكري كوم كوا اختي حتى هي جاها الوجع وداوها للكلينيك، والغريب انه كاينين بجوج في نفس الكلينيك. المهم يا ربي دوز كلشي على خير ان شاء الله. يا ربي تنوض هذا الشخص اللي عزيز علينا على خير يا ربي، وبسلامه وبصحيحه، والله يفك اختي على خير. المهم سبحان الله، شوفوا راه كنا كنقولوها غير بالضحك، كنا كنقولوا تخيل نجمعوهم في نفس الكلينيك، حيت انا عارفه اختي غادي تولد في نفس الكلينيك، والشخص اللي قلت لكم غادي يفتح في نفس الكلينيك، واختي كان عندها حتى لو 19 ان شاء الله. كنا كنقولوا تخيل يتجمعوا في نفس الكلينيك في نهار واحد، وسبحان الله داكشي اللي وقع. عرفتوا حتى عيط لي بابا مع تقريبا 7 ديال الصباح، قال لي حيت كنت معوله ندوز على ماما باش غتمشي معنا للكلينيك باش نوقفوا مع داك الشخص، وعيط لي قال لي بلا ما تدوزي على ماما راه هي اصلا كاينه في الكلينيك، حيت اختي لبنى داوا الكلينيك شدها الوجع ليل كامل. هضرت معاها نيت قبيلات قالت لي ليل كامل مسكينه وهي كتوجع ليل كامل وهي فيها الوجع، وصابره صابره 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 صافي حتى واحد لقيتها ما بقاتش قادره تصبر. داوا الكلينيك قبيلات قالت لي راه كتسنى الطبيبه، دابا عاد هضرت مع ماما عاوتاني قالت لي راه الطبيبه يمكن كاينه معاها. فيا ربي تسمعنا عليهم خبر الخير بجوج صراحه. انتم التليفونات عرفتوا راه ما سكتوش. المهم يا ربي يا ربي يا ربي يكون خير ان شاء الله. هذا النهار هذا بابا كيسوني مازال احنا في الطريق، احنا قربنا، احنا قربنا. راه قلتها لماما قلت لها غنجي نجي عندك. يلا بسلام بابا. المهم يا ربي تسمعنا عليهم خير. والله في راسكم مازال ما متيقه انه بجوجهم كاينين في نفس الكلينيك وبجوجهم في نفس النهار ونفس الساعة ونفس الصباح ونفس واش تخيل هادشي واقع؟ استوعب شنو واقع؟ داكشي كيجي بحال صدمة وصافي. وحق الله صدمة صدمة. المهم يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي نوضو بجوج على خير وبخير وبصحة جيدة يا ربي، ودوز كلشي على أتم ما يرام يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي. المهم عتو على احر من الجمر اننا نوصلوا باش نشوفوا شنو واقع في داك الكلينيك. اصلا دابا حنايا في الدخله ديال ايت ملول، وانتم معايا نبلوكي لكم هذا النهار سبيسيال هذا صراحه. عرفتوا بحال داكشي ديال الافلام، وحق الله كنحس براسي دابا عايشه في فيلم. المهم خير ان شاء الله، الفكاك بخير ونوضى بالسلامه يا ربي، وهانتوما معايا في هذا النهار. على خير وبخير ولدت خزاريا مسكينه، عرفتي راه كلهم كيدعيو معاك في راسك. شكرا مريم، شكرا كاملين، شكرا للدعوة. الحمد لله على سلامتك. المهم نبدل نوتة مع مريم، شكرا لكم على الجلسة. ها هي أي ورا الله يسلمك. الحمد لله. الجوج المشاغبين البوليس أول البوليس كنتي جدا ثالث مرة. صراحة غنطيح ماما قالوا لي قبيلة راه غادي ندخلوا لبنى سيزاريان. كاتبكي كاتبكي مسكينة كاتبكي كاتبكي. واش سمعتي لبنى ماما قبيلة قالوا لها غندخلوا لبنى سيزاريان كاتبكي كاتبكي. ويلي على حيد الكوش راه كانت تقول انا ملي كانت حامله تقول انا غنحل لك الكرش غنجيب لك يلا طبيب.
مهم بنات هذا النهار الثاني ما قلت لكم مازال السيده اللي في صحات كاينه هنايا في لاشومبر واختي كذلك حتى هي كاينه غادي ندير لكم دويره هكا في لاشومبر صرا البارح ما كملتش معكم فلوق لحقاش كنت عيانه نهار كامل وحنا كنجريو وجيت نيت من تيزنيت راكم شفتوا كلشي بعينيكم زائد الخلعه ديال السيده اللي فتحات وديال اختي ما نقولش لكم ما عرفتش غنمشي لهنا ولا ندوز هنا ولا نمشي للبلاصه ديال لاكوشمو ولا نمشي للبلاصه ديال الناس اللي فاتحين من الحمد لله اهم حاجه ان كل شيء داز مزيان كتنسي العيا كتنسي كل شيء ملي كتشوفي الواحد نض على خير وداز كل شيء بخير والحاله كتكون مستقره الحمد لله اختي البارح اللي دارت البرومير لوفي ناضت واخا الصراحه صعيبه السيزاريان اليوم الحمد لله كاين واحد التحسن الله يرزق كل محرومه يا ربي بالذريه الصالحه والله يرزق اي وحده كتمنى الوليدات واللي حامله الله يفكها بخير يا ربي وهذا ما كان المهم نضرب لكم دويره هكا في الشومبر ماما راه كتبدل دابا الفنيكيشه الصغيره تبارك الله اختي ها هي جالسه مسكينه عرفت راه صعيبه السيزاريان كتقولي الولاده الطبيعيه صعيبه صافي بحال انا فاش ولدت ديك الساعات حيت كاع ما قلت لكم هذا هو الكلينيك فاش ولدت هذا هو الكلينيك فاش ولدت زياد وهاد البلاصه اللي داروها كلها جديده انا ولدت في الجناح القديم وكنت كنقول صافي الولاده الطبيعيه بالغراس صعيبه بزاف المره الجايه ندير سيزاريان ولكن فاش اختي كنقول كلهم صعب جوجهم صعب الصراحه لا طبيعيه بالغراز لا سيزاريان الزوينه الصراحه هو الواحد يولد طبيعي بلا غراز بلا قطعه ديال المقص بلا والو وصافي هذا ما كان يلا نهار كامل وانا هنايا جيت مع 9:30 الصباح كل العشرة ومن العشرة الصباح حتى لدابا وانا هنايا هذه راه تقريبا 7 وشي حاجه كنطل ما بين السيده اللي قلت لكم من العائله وما بين اختي وما بين ديك السيده وما بين اختي حيت اصلا عطاهم لي الشومبر حدا السيده 103 واختي 104 يعني كنبقى غاديه جايه باش كنشوف شكون اللي خاصو شي حاجه كنجلس مع اختي كنونسها كنجلس حتى مع السيده كنونسها البنات كنقول لكم السيده باش بلا ما نذكر الاسماء حيت بالنسبه ليا ما عنديش الحق انني نذكر سميت شي واحد اللي ما باغيش يتذكر وهذا ما كان يلا بلا ما نطول عليكم غادي نضرب لكم شويه دويره في لاشوم نمشي للدار حيت مازال خصني نجمعها وكل شيء ونرتاحوا ها واحد هو ولف هنايا ولينا ساكنين في لوبيتال هاد يومين هاد الكلينيك سكننا فيه درنا دارنا يلا نوريكم لاشوم نمشي للدار ونعاود نرجع لكم باش سمعتوا غادي ناخذ شهاده السكنه من هنا هانتوما البنات هذا الكولوار الدخله ديال الباب مع كتدخلوا كاينه حمام حمام عادي صافي مرايه هذا الشيء كامل جديد حيت انا فاش ولدت كان البني قديم هذا دابا كلشي جديد المهم هنايا كاين واحد الجلسه جالسه فيها اختي بلا ما نصورها لكم وكاينين دو لي حيت اختي شدات لاشومبر وبيتها معاها ماما جلست معاها ماما هذه بلاصه البيبي صافي ماما ها هي راه كتبدل البيبي بلا ما نصور لكم وهذا مكان كما قلت لكم هذا الشيء كامل جديد حيت انا فاش كنت ولدت في الجناح القديم هذا الشيء كلشي دابا جديد صافي يلا جابوا لهم قبيله العشاء العشاء كيجيبوه بكري ماشي 5:30 اللي جابوه ايوا المهم يلا انا غادي نساكي ورتاتي ونمشي واخيرا للدار حيت النهار كامل كما قلت لكم من 10 الصباح وانا هنا هذه راها علينا 8 باش نمشي نرتاح شويه ونشوف شنو خاص الدار وداكشي كامل وصافي البنات فينالمون كنتوني جيت المرجان جيت ناخذ الزيت كادو حيت هاد الايام ما درتش كاع البسالات يومين مسكين هو معايا في الكلينيك والله الا من الصباح حتى الليل هو معايا في الكلينيك يومين هو معايا في الكلينيك عرفتو كيكون من الصباح حتى الليل بصراحه الحمد لله ما درتش ليه البسالات المهم كنحاول فيما كيدير شي حاجه زوينه كنكافئو بشي حاجه وجيت دابا المرجان قبل ما يسد قلت لكم غندوز ناخذ لوطه ديال شي حاجه ديال الكولورياج شي المهم باش يتلهى وصافي على ما يدوزو هاد الايام على خير راكم عارفين الولادات الصغار دابا راه ليكول ما كيمشيش ليها ايوا كيبقى غير في الكلينيك من فلاش شومبر النهار كامل
حسيت به قنط واخا هكاك ملي كنخرجوا حتى الليل كيلقى الجراد يسدو لي بارك فين يلعب سدو. المهم جيت باش نشري ليه شي حاجه كادو هكا وصافي شي حاجه باش نحسو بلي راه كان ساج. شوفوا البنات كاينين هاد البيجامات زوينين ب179 السروال ديالها زوينه هكا بحال الشميز السروال ديالها صافي. الصراحه ما غاديش نقدر نضرب لكم دوره حيت توتوت خصني نمشي نخلص هادشي اللي خديت خديت فريمون غير شي حوايج جديات كما كنت كنبغي فيها ونوصل للدار ونعاود نرجع لكم غو. المهم يلا دخلت للدار زياد راه ملهي في هادشي ديالو. شوفوا غنوريهم هادو شريتهم ليه من مرجان زوي ولينا البنات راه باك دو دو فيه جوج كما شفتوا وكيعطيو معاه اون باكي ديال وي اون باكي ديال لي كولور فيهم هم سته غير باش يتسدها لحقاش لقيتو قنط مسكين هاد الايام كاملين كما قلت لكم فريمون كيدوز معايا النهار كامل في لا كلينيك في لا شومبر ما كيلعب ما حتى شي حاجه فحسيت به قنط وما كنخرجوا حتى الليل كيكونوا لي بارك والساحات تسدو فدزت خديت ليه مكافاه على انه ما دارش البسالات هاد الايام وخديت ليه هذوك باش نبقى نديهم معايا يدير لي كولور هكا واخا خليت داكشي كامل في الدار فريمون نسيت عنده لي فوتر عنده لي كرايون عنده الوراق نسيت خرج ليا بالي كاع باش نجيبهم ويتلها فيهم ايوا صافي ديجا هما غدا غادي يخرجوا ان شاء الله على السيده اللي صحات لاختي دونك غادي نتهناو داك لا كلينيك واخيرا ما كذبش عليكم والله ما عنديش مع شي حاجه سميتها الاطباء ولا الكلينيك ولا المهم بغيت كيما شفتوا هاد اليومين دوزتوهم معايا ما بنتش ليكم فيهم بزاف سورتو البارح حيت عقلي كان كامل مكونسونطري مع السيده اللي كانت غادي تفتح اللي هي اصلا كنا ناويين نجيو على وديتها اللي هي اصلا كان بروغرامي انه الثلاث غادي تفتح حتى عيطوا لنا مع السبعه ديال الصباح قلنا لكم كبار اختي حتى هي كاينه في الكلينيك نفس الكلينيك غادي تولد جاها الوجع ما هزيتش التليفون كاع حدي صورت لكم داكشي في الطريق حيت كما قلت لكم كان الكونسونطراسيون كلها انني نسمع انهم فتحوا ولاو بخير ناضوا حالتهم مستقره والحمد لله يا ربي كتنسي التعب كتنسي الارهاق كتنسي ديك الخلعه اللي كانت شاداني في كلشي وانا جايه في الطريق الطونسيون اللي طاح ليا وانا جايه في الطريق الحمد لله غير قالوا لي ان السيده الحمد لله بخير وعلى خير عمليا نجحات حالتها مستقره تنفست السعداء فاش عيطوا لينا نشوفوا البيبي وكذلك عرفتوا راه كنبكي واحد الاحساس غريب ملي شفت البيبي كنبكي عيط لبابا ابي الفيديو حيت ما كاينش معانا يلا غادي يجي حتى هو اختي كيبكيو حتى هما عرفتوا سبحان الله العظيم واخا ما عرفتش كيكون واحد الاحساس جديد زعما اصلا انا ولاد اختي كنحس بهم بحال ولادي سوا يوسف سوا هاد الغزاله اللي تزادت لينا دابا جديده نطوي عليكم تهلاو ليا فريسكم هاتو هاد الايام هادي بعدا هادي شهر وهي كاينه هنا تهلاو ليا فريسكم ونتلاقاو في فيديو مجي ان شاء الله ما عرفت الفيديوهات المجيين ولكن جايين فيديوهات مزيانين المهم جايين فيديوهات زوينين اللي غيكونوا مع النفيسه مع اختي النفيسه والرفيسة والدجاج البلدي ونصور لكم داكشي على قدو المهم نصور لكم داكشي اللي يكون زوين ان شاء الله غتشوفوا كل شيء نقدر نصور لكم التفاصيل اللي غادي يعجبوكم حتى نتوما انا عارفه التفاصيل ديال الولاده والنفيسه والسبوع والربع ايام والثلاث ايام المهم راكم عارفين داكشي ديال السفوف وهذا نحاول فيما مشيت عند ماما وفيما مشيت عند اختي نصور لكم ما نكثرش عليكم هضره تهلاو ليا فريسكم بزاف 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 وتسناو فيديوهات اللي غادي يكونوا زوينين فيديوهات مع اختي ان شاء الله نصور لكم الرفيسه نصور لكم السفوف نصور لكم التقاليد ديالنا والتقاليد ديال سوس نصور لكم ان شاء الله الاسبوع على شله ونشارك معكم يومياتي وانا هنايا في اكادير حيت حاليا ما نقدرش نرجع للدار تهلاو لي فريسكم زياد برصني حتى الفيديو الجاي ان شاء الله سلامه.